فقلت فهذا عند كتمان بعض خصوصيات عن الناس في حين سؤالي عنها بالقول لهم عسى ما يسألون عنه، كأن يقول هل فعلت الشيء الفلاني، أقول لا وأنا فعلته أو لم أفعل وهكذا، هل يعتبر هذا حرام؟ أولا المطلوب من المسلم الصدق في الحديث والإخبار، الكذب في الحديث من صفات المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. يجوز للمسلم أن يكذب ويتعمد الكذب، فإن ذلك فيه خطورة شديدة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يزال يكذب ويكرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لا يتساهل الإنسان في الكذب، فإذا سئل عن شيء من صفاته أو خصائصه أو خصائص غيره فإنه لا يكذب وإنما يقول الحقيقة، إلا إذا ترتب على هذا محذور، ترتب على الإخبار بالواقع محذور، فلها أن تتجنب المحذور بأي وسيلة، بطريقة التورية أو المعاريض، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، بالمعاريض مندوحة عن الكذب. جزاكم الله خيرا. ماذا عن إخفاء الأسرار؟ بعض الناس يسألوا عن أسرار الإنسان شخصاً. الأسرار أمانة ولا يجوز للإنسان أن يخبر بها ولو سئل عنها ما لم يكن يترتب على هذا السؤال فائدة شرعية، أما ما دام أنه لمجرد الاطلاع أو لمجرد المعرفة بأسرار الناس فهذا أمر لا يجوز، والسر أمانة عند من هو عنده، فلا يجوز له أن يفشي سره أو سر أخيه لأن هذا يترتب عليه محذور. جزاكم الله خيرا.